برحب بحضراتكم من جديد وناخد مع بعض الخبر اللي بعده. لا زالت وزارة الزراعة تطرح كميات من السلع الغذائية وتوفر المتطلبات اللازمة للمواطنين بأسعار تنافسية في ظل زيادة الطلب على السلع بجميع منافذ المحافظات. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يمكن احنا يا فندم الفترة اللي فاتت شفنا مبادرات كثيرة كان الهدف منها رفع العبء عن المواطن وتوفير، شفنا طبعا منافس كثيرة بتوفر سلع للمواطنين، وفكرة الأسعار اللي شفناها الفترة اللي فاتت كانت بشكل جنوني، وطبعا احنا ما زالت الدنيا في تحسن أكتر. تعليقك يا فندم. يعني الحمد لله احنا شايفين اهتمام كبير من الدولة بفكرة رفع العبء عن كاهل المواطن المصري وتوفير احتياجات المواطن المصري بأسعار مناسبة وأسعار مقبولة. احنا عندنا الحقيقة تحديات عالمية كبيرة بتأثر على كل دول العالم في موجة تضخم مستمرة. احنا الحمد لله جهود الدولة كانت كبيرة في الفترة اللي فاتت من أول 2014 أو 2013، واحنا مستمرين في جهود وعمل دؤوب علشان نزود من حجم المعروض والمتاح من احتياجات المواطن المصري في الأسواق، وبالتالي ده كله لابد ان هو ينعكس على متوسطات الاسعار. وطبعا ممكن يكون في زياده، ولكن احنا بنتكلم على زيادات مبرره او زيادات لها اسبابها، انما زيادات غير مبرره احيانا تكون موجوده. احنا بنحاول ان احنا نفتح اسواق وشوادر ومنافذ بيع علشان يوفر بديل امام المواطن المصري. طبعا كل ما نفتح هذه الاماكن بالتالي المواطن المصري يقدر يلاقي مكان فيه منتج عالي الجوده بسعر مناسب فهيروح لهذا المكان. طبعا لو في حد بيعمل زياده غير مبرره هيضطر ان هو ينزل بيها علشان يوصل للسعر المنافس والسعر العادل اللي يقدر من خلاله يستمر وفقا لالات السوق والات العرض والطلب. فالحمد لله احنا عندنا منافذنا في وزاره الزراعه بقت اكثر من 243 منفذ ثابت غير ال 30 منفذ متنقل او 32 منفذ متنقل. مش بس كده، كمان بنفتح مبادرات اللي هي خير مزرعنا لاهالينا وشوادر واسواق بيتم فتحها بشكل مستمر، اضافه لان كمان مش بنتكلم بس عن منافذ الوزاره، منافذ الوزاره ده جزء، انما كمان منافذ امان، منافذ وطنيه، منافذ اهل رمضان، كل ده موجود لخدمه المواطن المصري علشان يكون متاح امامه المنتجات باسعار مناسبه واسعار مقبوله. دكتور محمد تحياتي لحضرتك يا فندم. زي ما حضرتك ذكرت ان في مراكز ثابته ومتحركه وده في مختلف المحافظات. الفرق الأسعار بين المنافذ وبين سعر السوق؟ لا طبعاً، هو احنا بنتكلم على آلية مباشرة للربط بين المنتج والمستهلك، وبالتالي بنقلل الحلقات الوسيطة بشكل كبير، توصل نسبة الفرق في الأسعار لما يقرب من 20% وأحياناً بنوصل ل 30 و40% في بعض الأصناف، ولكن احنا دايماً بنحاول ان احنا نقدم المنتج، وكمان في نفس الوقت بنعكس على المنتج نفسه، المنتج بيبيع بسعر عادل بالنسبة له فده يساعده على عملية الاستمرارية في العملية الانتاجية، والمستهلك بيلاقي احتياجاته بأسعار في فرق في السعر بينها وبين أي حد بيفكر أنه غالي في الأسعار بشكل أو بآخر، وبالتالي ده بيضمن لكلا الطرفين معادلة ناجحة في العملية التسويقية والانتاجية. وإن شاء الله مستمرين في هذه المنافذ وفتح هذه المنافذ اللي تعمل عملية الربط. وطبعا كل ما بتقل الأسعار في السوق كل ما الفرق بين السعر في السوق والسعر في المنافذ بيبقى أقل، وبالتالي ده بيدي فرصة لمزيد من المنافسة الإيجابية لصالح المواطن المصري، منافسة لخفض الأسعار، وإن شاء الله ده كله ينعكس بالخير على المواطن المصري. صحيح. دكتور معلش كنت بسأل حضرتك، احنا شفنا يمكن في شهر يناير طبعا كان في أسعار البيض وصلت تقريبا ل 130-140 جنيه، وطبعا أسعار الفراخ، وطبعا احنا شايفين نقلة كبيرة دلوقتي، تقريبا سعر البيض وصل تقريبا 90-95 جنيه، يعني فرق كويس. عايزين نطمن من حضرتك على توفير المواد الخام بالنسبة للأعلاف اللي دخلت مصر الفترة الأخيرة. تعليقك يا فندم. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن احنا في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى الشهر الماضي اللي هو في إبريل، يعني احنا بنتكلم في ما يقرب من أو ما تجاوز يعني 3.5 مليون طن من خامات الأعلاف احنا دخلناها، وده رقم كبير يعني مش رقم صغير، وكلف خزينة الدولة رقم كبير برضه، احنا بنتكلم في حوالي 1.8 مليار دولار خصصتها الدولة علشان تسهل من دخول شحنة الأعلاف في ظل الأزمة اللي موجودة وفي ظل التحديات العالمية اللي موجودة وفي ظل نقص العملة الدولارية اللي موجودة على مستوى العالم مش عندنا احنا بس،
ونتيجه رفع الفائده في الفدرالي وكل اللي حاصل ده، ولكن الدوله خصصت هذه العمله الحمد لله، واحنا مستمرين في توفير كل احتياجات الاستيراديه. طبعا ملف انتاج الدواجن ده كان من الاولويات في الفتره اللي فاتت، وبالتالي بقى في اتاحه موجوده للعمله الدولاريه عشان نوفر الشحنات اللازمه للاعلاف ومصانع الاعلاف. بس على الجانب الاخر كمان احنا مش بس بنشتغل على فكره الاعلاف المستورده، احنا كمان عندنا الاعلاف المحليه. احنا عملنا حاجه اسمها الزراعه التعاقديه في الاعلاف، وحطينا سعر حوالي 9500 جنيه للذره و 18000 جنيه للصويا، ده اسمه سعر ضمان. لو السعر رفع الفلاح هيبيع بالسعر العادي، لو السعر انخفض الفلاح هيبيع بسعر الضمان اللي هو اللي احنا متعاقدين معاه عليه، وبالتالي فهي مكسب للفلاح، اللي بتشجع الفلاح انه يزرع مساحات اكبر من الاراضي بهذه المحاصيل العلفيه، وبالتالي يبقى عندنا مكون الاعلاف او مكون صناعه الاعلاف يبقى معظمه او في جزء كبير منه محلي، فده يخلينا نتجنب التحديات والاثار العالميه، واللي احنا في الاخر من اول 2020 واحنا شايفين اثار وتداعيات عالميه كبيره، ولكن ان شاء الله بالعمل الدؤوب وبالجهد وزي ما قال سياده الرئيس ان كلنا يكون كتفنا في كتف بعض وقلبنا على قلب بعض. صحيح. اكيد هنقدر نتجاوز مثل هذه الازمات، والحمد لله الدوله المصريه بتأدي بشكل كويس. دكتور كمان عايز اسال حضرتك، احنا بنشوف في المنافس بعض ساعات الناس بتروح المنافس بتلاقي الحاجه بتخلص، ده نتيجه طبعا الناس بيبقى فيه يعني في ناس كتيره بتبقى عايزه السلع دي وبتخلص، بيتم التعامل ازاي يا فندم مع المنافس؟ هل بيتم الضخ في اسرع وقت ولا الفكره بتكون ازاي؟ احنا عندنا الحمد لله احنا مش بس بنتكلم على ضخ كميات، احنا بنضخ كميات بشكل مستمر جدا، لكن الحمد لله احنا عندنا اتاحه مستمره وموجوده في كل وقت، يعني تقريبا في اتاحه لكل المنتجات اللازمه للمستهلك المصري، وعندنا توجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء من معالي الوزير بضخ كميات اضافيه بتدي مخزون في المخزن بتاع كل منفذ يكون مش اقل من شهر عشان يكون في اتاحه مستمره امام المواطن المصري. واحنا كمان بنفتح اللي هي الاسواق والنقاط البيعيه الكبيره زي معارض اهل رمضان، زي معارض كلنا واحد، زي معارض خير مزارعنا لاهالينا، كل ده علشان يكون في اتاحه مستمره وكبيره امام المواطن المصري، فان شاء الله حته نقص المنتجات، لان الحمد لله احنا عندنا اتاحه كبيره، فاكيد ده كله بينعكس على حجم المتاح في السوق باذن الله. صحيح. دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه ومتحدث باسم وزاره، بشكرك جدا يا فندم. وزارة الداخلية بتنظم بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولتي قفز الحواجز والتقاط الأوتاد ليلا على الأضواء الكاشفة بملاعب وادي الفروسية. هنخرج نتابع تقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يتمتع وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط بقدرة تنظيمية كبيرة لاستضافة كافة بطولات الفروسية محليا ودوليا بعد قيام وزارة الداخلية بتطويره وفقا للمعايير العالمية في رياضة الفروسية. فقد استضاف الوادي بطولات كثيرة ناجحة منذ تطويره. في هذا الإطار أقيمت بالوادي فعاليات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الأولى، وكذا فعاليات البطولة المفتوحة للفروسية لقفز الحواجز من مختلف الدرجات ومن مختلف الارتفاعات. استمرت منافسات كل بطولة على مدار يومين تحت الأضواء الكاشفة، فالوادي مزود بمنظومة إضاءة متطورة لاستضافة مثل هذه البطولات الليلية والتي أقيمت بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. كل الخطوات من اول استقبال الفرسان واستقبال الخيل وتسهيل كل الخطوات لحد ما الفرسان يبقوا جاهزين في ارض الميدان للمسابقه، كل الخطوات دي كان صراحه فيها دعم كبير من وادي الفروسيه والمنظمين للبطوله. حرفيا الارض مهاله عالميا، انا شاركت في كل البطولات، الارض هنا فوق الممتاز. واحب جدا يعني اشكر وزاره الداخليه عن المكان الرائع اللي هم مقدمينه لنا ده، يعني الاراضي من ناحيه الاراضي من ناحيه الاسطبلات. قبل ما اجي المكان هنا ما كنتش متوقع ان المكان هيبقى بالتطور ده او بالتنظيم ده. شارك في البطولتين اكثر من 150 فارسا وجوادا من مختلف الانديه والهيئات واكاديميات الفروسيه، مستعرضين مهاراتهم في ركوب الخيل والقفز به من مختلف الارتفاعات
والتقاط الأوتاد وسط أجواء تنافسية رائعة هيأتها لهم ملاعب الوادي المجهزة وفقا للمقاييس العالمية إسهاما من وزارة الداخلية في تطوير والارتقاء برياضة الفروسية. الأرض ممتازة جدا، المسافة مضبوطة، مكان الدخول والخروج ممتاز جدا، يكاد يكون زي الدولي بالظبط. الخيول كمان مستواها كويس بجد. وادي الفروسية نادي تحفة ما شاء الله، مجهودات عظيمة جدا، تنظيم على أعلى مستوى من أول الحكام أو اللعيبة أو الجمهور حتى. يمكن أول موسم نلاحظ فيه إنه بقى فيه جمهور كبير للعبة، وده طبعا بتشجيع وادي الفروسية وبتشجيع اللعيبة. مكان حلو وجميل مريح، ممهد بإن هو تقيم عليه بطولات رسمية و مجهز من جميع النواحي. كمان واحنا في أرض التسخين، الأرض بتطل على البحيرة، وده كان إحساس جميل جدا وفيو جامد جدا. وقد أشاد الفرسان بتجهيزات الوادي المتنوعة لاستضافة بطولات الفروسية من فندق مجهز لإقامة اللاعبين ومطاعم وكافيتريات وسيارات كهربائية للتيسير على الجماهير في التنقل، فضلاً عن اسطبلات مجهزة لإيواء الخيول المشاركة تتوفر فيها خدمات بيطرية متميزة ما يساعد على إراحة الخيول. كما صممت منصة التحكيم لمساعدة الحكام على رؤية كافة زوايا الملعب. مكان فيه كل المؤهلات لينا كفرسان وكمدربين وكخيول للراحة، بمعنى أن أنا عندي مكان كويس جداً بركن فيه، بوكسات كويسة جداً للخيل أنها تقعد فيها، مكان للمشاهدين وكمان للجمهور وكمان للفرسان هم يقعدوا فيه، مكان للتسخين فيه، انارته كويسه، الارض كمان جميله جدا. النادي عدى التوقعات بصراحه بتاعتنا من ناحيه التمرين والحاجه دي كلها، كنا لقينا كلام مختلف هنا خالص من ناحيه الاضاءه والملعب، الدنيا ممهده لينا جدا قوي واحنا بنلعب. في ختام فعاليات البطولتين تم توزيع الجوائز على الحاصلين على المراكز الاولى لتتوج البطولتين بختام ناجح يعكس القدرة التنظيمية للوادي وما يتمتع به من إمكانات كبيرة تساعده على استضافة كافة بطولات الفروسية سواء محلية أو دولية. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معكم فقرتنا الإخبارية. الخبر اللي جاي معانا بيقول أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالحصول على لقاح للفيروس المخلوي التنفسي لدى البالغين الذين أعمارهم أكثر من 60 عام. لتفاصيل أكثر هيكون معانا على الهاتف دكتور مجدي عدلي، مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الخير لكل أستاذة المشاهدين حضرتك. أهلا بحضرتك. يعني في حالة طبعا بعد حالة الذعر من فيروس كورونا طلع الفيروس التنفسي المخلوي، عايزين حضرتك تدينا فكرة عن إيه هو الفيروس التنفسي المخلوي. طب هو في البداية يعني احنا شهدنا في الخريف اللي فات ده يعني تحديدا ظهور حاجة بما يسمى حاجة اسمها الفيروس المخلوي، وفي بلدان كتيرة تأثرت منه زي أمريكا مثلا، وهو فيروس يعني إلى حد كبير تشابه في الأعراض مع فيروس كورونا أو برد بصورة عام في الأعراض، ولكن يختلف في مدة الحضانة، يعني مدة حضانة بتوضع من 4 أيام إلى 6 أيام وقد تمتد إلى أسبوعين. نفس الأعراض بيبقى حمى وسعال وعطش ورش، ولكن ظهوره بيبقى أكثر انتشارا في الأطفال الصغار، يعني اللي هم ما دون العام أو عامين وحتى 5 سنوات يعني، وفي الكبار اللي هو أكثر من 60 سنة يعني. ده بيبقى تأثيره مضاعفاته بتبقى أشد وأخطر يعني، لأن هو مشكلته أنه هو في الكبار بينزل ويصيب الجهاز التنفسي السفلي وبيعمل مشاكل في الألفيولاي أو اللي هي المجرى الهوائي في الرئتين. ده عند الأطفال يا فندم ولا عند الأطفال والكبار ده؟ في الأطفال والكبار يعني. في الأطفال الكبار بيصيب الجهاز التنفسي السفلي وبيعمل التهابات شديدة في الرئتين، ومن
ومن ثم بيقبلوا بعد كده سكند بكتيريال انفكشن او بما يسمى الالتهاب البكتيري بعد كده. يعني هو بيكون فيروسي وبعد كده يقلب التهاب بكتيري. طبعا ده عمل مشاكل كبيره زي ما قلت لحضرتك في بلدان زي الولايات المتحده، وكان سبب في مثلا وفاه اكثر من 10,000 في الخريف اللي فات، يعني 10,000 شخص واصابه اكثر من 177,000 حاله يعني. صحيح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. واحنا بنتكلم عن هذا الفيروس المعروف باسم ار اس في، بتكلم ازاي اقدر انا كمريض اعرف ان انا عندي المرض ده؟ طبعا انا بتواجه يا دكتور، هل بيتم الكشف بشكل يعني نقول بالنظر كده ولا في تحليلات وفحوصات واشعه؟ لا، هو يعني مبدئيا الفيروس زي ما قلت لحضرتك هو بيبقى زي دور برد عادي. ولكن طبعا المتخصصين يعني من الاعراض يعرف يعني يميز اذا كان ده يعني كوفيد او ار اس في، يعني فيروس مثلوي يعني. لكن هو في العموم اعراضه بتتشابه مع اعراض البرد واعراض الكوفيد حتى يعني. طب يا دكتور، يعني بما اننا اتكلمنا عن الاعراض عايزين نتكلم عن اللقاح، يعني في جالاكسو وفي الاركس في، فعايزين نعرف. بص حضرتك، هو مبدئيا الفيروس ده ما كانش حتى وقت قريب ما كانش ليه اي لقاحات، ودي كانت مشكله بتقابل حتى الدول الكبيره ان هم كانوا بيحاولوا يعملوا له لقاح، لكن ما كانتش التجارب بتنجح يعني. الى ان وصلوا ان التجارب السريريه توصلت الى لقاح في الفتره اللي فاتت دي في اوروبا وفي الولايات المتحده. يعني في شركتين في الولايات المتحده الامريكيه، يعني شركتين معروفين توصلوا الى لقاح يعني. واللقاح لما نيجي نتكلم على اللقاح نتكلم على حاجتين، الافيكنسي الفاعليه والسيفتي الامان. بالنسبه للتجارب السريريه اللي اتعملت على عدد كبير من الحالات السريريه، يعني في شركه عملت على 20,000 حاله وفي شركه عملت على 37,000 حاله. الافكنسي كانت عاليه جدا، يعني الفاعليه كانت عاليه جدا بنسبه مثلا تتراوح من 85% ل 87%، ودي نسبه كويسه جدا. انا بتكلم على بتاعه الولايات المتحده الامريكيه. ايوه. ولكن السيفتي ظهر بما يسمى يعني في التجارب، يعني بعد ما الحالات خدت ال التطعيم ظهر حاله بيسموها مرض رينيه، وده بيبقى حاجه زي التهاب بيصيب الجهاز المناعي وبيسبب بما يسمى يعني وهن العضلات وقد يصل الى حد الشلل يعني. لكن الحالات دي كانت بسيطه جدا، حاله او حالتين في ال 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 في الولايات المتحده 20 او 30,000 حاله اللي اتعملت عليهم تجارب. فطبعا هم في الولايات المتحده الاف دي اي قالت ان احنا ممكن ندي التصريح باللقاح، ولكن هتفضل حته السيفتي دي تحت المراقبه، وهو في الغالب ده اللي بيحصل مع اي تصريح بيدوه سواء ادويه او لقاحات. بيديله الشهادة بس بيراقب اللقاح أو الدواء بعد حتى ما بيطرحه في السوق يعني. عشان لو حصل في مشاكل في الأمان في السيفتي بيوقفوا وبيسحبوا من السوق. صحيح. منظمة الإيما أو منظمة الأدوية الأوروبية ادت موافقه للقاح بتاع الشركه الانجليزيه
او هو طبعا يعني ما اسمه معروف يعني نزل يعني اللي هو الاريكس بي ده. الاريكس بي ده جايب نتيجه طبعا جاب نتيجه في حدود 83% فاعليه. طبعا ما سجلش حالات كثيره في بالنسبه لمرض الرينيدا للفيروس النخلوي. بس لا اللي هو العرض بتاع اللقاح نفسه. ايوه اللي احنا تكلمنا عنه يعني. فبالتالي طبعا هم بيبصوا على المخاوف اكثر من الحالات البسيطه اللي بتظهر. صحيح. فبالتالي ادوا له التصريح ان هو يشتغل ولكن بمراقبه النتائج بعد ما الشخص ياخذ التطعيم. طبعا هم ادوه للي هم اكثر من 65 سنه على اساس برضه ان دول بيبقى اكثر عرضه لتطور الاعراض وانه بيكون سبب في مشاكل كبيره بالنسبه لهم لما بيحصل اصابه بهذا الفيروس. صحيح. دكتور عايز اسال حضرتك بالنسبه اي حد واخد التطعيم بتاع كورونا، هل ده مثلا بيقلل من احتماليه اصابه الفيروس المخلوي؟ وهل طريقه عمل هذا المصل يتشابه مع المصل الثاني؟ هو كطريقة تصنيع الاثنين طريقة تصنيع واحدة. يعني الاثنين بيعتمدوا على تكنولوجيا بما يسمى الماسنجر ار ان اي اللي هو بياخد جزء من الفيروس وبيعمل له ريكابي بيعمل له استنساخ وبعد كده بيحقنه بس يكون جزء مش الار ان اي كامل بيحقنه في جسم الشخص يعني فبيكون له اجسام مناعيه وبالتالي لما بيجي يصاب بيلاقي اجسام مناعيه تقدر تقاومه وهي دي كانت فكره اللقاحات بتاعت كوفيد اللي هي بتعتمد على الماسنجر ار ان اي. زي ما حضرتك بتفضلت هو نفس الفكره بتاعت اللي كانت بتكون في كوفيد يعني. لكن مش معنى انه خد ضد الار اس في ان هو ما ياخدش بتاع كوفيد، الاثنين ما يتعارضوش مع بعض. يعني فاهم قصدي يعني ومفيش مصل بيغني عن الثاني يا دكتور، صح كده؟ بالظبط. ده شيء وده شيء ثاني خالص يعني. ربما يعني هم في المستقبل لسه ما عرفوش هل في علاقه يعني عكسيه او علاقه طرديه ما بين الاثنين، يعني ممكن اللي ياخد الار اس في التطعيم الار اس في ممكن يكون عنده نسبه وقايه من الكوفيد، لانه خلي بال حضرتك الاثنين في الاخر فيروسات خلويه فيروسات تنفسيه يعني ريسبيراتوري سيستم فيروس يعني فممكن الاثنين يقووا بعض يعني بحيث انه الواحد لو خد واحد ممكن ما ياخدش الثاني او لو خد الاثنين يقعد فتره حصانه اطول يعني. طيب يا دكتور هاخد من كلام حضرتك وزي ما ذكرت بنتكلم عن الوقايه اتكلمنا عن الفيروس اكثر اصابه للاطفال، ايه هي طرق الوقايه للاطفال خاصه مع تغير الفصول دلوقتي؟ هو كان في يعني من فتره على فكره بالمناسبه هم كان في زمان بيدوا الاطفال كان بيدوهم تطعيم ضد الفيروس ده بس انا مش متذكر اسمه ايه، كان يتاخد في العام الاول او العام الثاني عشان يحصنوا من هذا الفيروس. لكن طبعا بالنسبه للفيروس ده في الغالب بيظهر في حالات تغير الفصول. يعني هو لما ظهر في امريكا او عمل مشاكل في امريكا في الخريف
تحديدا. ممكن احنا سمعنا بيه برضو من فترة قريبة، يعني كان عندنا هنا في مصر كانت في يعني جدل حوالين الفيروس ده يعني وسرعة انتشاره. هو خلي بال حضرتك، هو مشكلته في سرعة انتشاره، هو سريع جدا لانه بيصيب الرئة على طول. بالضبط. لا هو غير كده انه هو نفسه بطبيعته سريع الانتشار. طبعا وبيخش كمان على الغدد الليمفاوية، يعني يمكن حتى من ضمن السؤال اللي حضرتك سألتيه من ضمن الاعراض ايه بالنسبه للاطفال، فبتلاقي في تورم في الغدد الليمفاوية عندهم يعني واحمرار. فطبعا الافضل بالنسبه للاطفال والكبار انه لو في حد عنده دور برد، وخصوصا هذه الايام ان احنا في تقلب فصول يعني. طب يا دكتور، هو سهل اكتشاف ان ده فيروس مخلوي يعني، ولا في خلط بينه وبين البرد؟ لان ممكن لما الطفل يروح يكشف الدكتور ما يعرفش، ممكن يفتكر برد عادي. انا لسه بقول لحضرتك، هو من مميزاته كدور برد، هو بيبقى في الاطفال مثلا في تورم في الغدد الليمفاويه، بيبقى المتخصص بيعرف يميزها انه ده فيروس مخلوي. فيعني غير طبعا دور البرد العادي، هو بالاضافه لاعراض دور البرد من سيلان، من حمى، من تكسير، من الكلام ده كله، من عطس، من رش، لكن ده بيبقى فيه حاجات مميزه زي تورم الغدد الليمفاويه. فده بيقدر المتخصص كطبيب مثلا يعرف يميز هذا الفيروس يعني. صحيح. فانا لسه بقول لحضرتك ان احنا ازاي نحافظ عليهم؟ نحافظ عليهم بان احنا نقلل الاختلاط مع الاطفال، لو وخاصه لو واحد عاقب دور برد، يعني لو فرد كبير يعني شاب او متوسط العمر، يعني يقلل لو هو عنده دور برد ما يحتكش قوي بالاطفال، وخاصه اللي هم اقل من عامين. طيب. وبالنسبه برضه للكبار نحاول بقدر الامكان الاحتكاك والتواصل بيبقى خفيف بالنسبه لهم، لان هم دول المشكله اللي هم اكثر عرضه لتطور الاعراض، وانه المشكله تزداد معهم سوءا في لو حصل اصابه يعني. طيب. دكتور مجدي عدلي، مدير إدارة مستشفيات مكافحة العدوى والجودة الشاملة، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، دلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. نصر مصر حليف طول العمر واجه، مهما كان بينها وما بين الشمس حاجة، تلقى في الشدة الرجال زي الغلال يعدلوا الحال اللي ماله ما كانش عاجب. كل يوم بيعدي والحد السعادي، التاريخ يكتب حكاية من بلادي، فيها أب مسلم الراية الولاد، فيها أم بدعوة بتهد الأهل، فيها بنت بتريني في حضن المخاطر، فيها بنت بتعمل لزعلها خاطر، فيها أرض تربها متقدر بغالي، ليها ماضي وليها مستقبل وحاضر، فيها بنت بتريني في حضن المخاطر، فيها بنت بتعمل لزعلها خاطر، فيها أرض تربها متقدر بغالي، ليها ماضي وليها مستقبل وحاضر. بس للأسف الحكاية فيها دمع، لما بال الخوانة لما وصوته جمع، المساجد سبحت فيها الملايكة، والكنايس منطفش جواها شمع، والحكاية للنهاية تستمر، بلدي هتحارب واتداوي الألم، في نسر غريب ما يتصنفش
محبة وبسلام. فيها ابني بيترمي في حضن المخاطر، حضن المخاطر. فيها بنتي بتعمل اللي زعلها خاطر. مرحبا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار، وناخد مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده بيقول استعداد لموسم الصيف، حضور قوي لشركات السياحة والفنادق بالبحر الأحمر في معرض دبي للسفر، معرض سوق السفر العربي. عشان نعرف تفصيل أكتر معنا على الهاتف الأستاذ رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية والسياحية بالغردقة ومرسى علم. صباح خير يا فندم. أهلا، صباح خير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وكلنا طيبين، ربنا معاك. عايزين نفهم من نعرف البداية، بس ناخد فكرة عن معرض سوق السفر العربي ده. إيه المعرض ده وبيمثل إيه أهمية بالنسبة لنا إحنا كمان كمصريين؟ دي دولة الإمارات العربية يعني ابتدت تشتغل طبعا على نطاق السياحة منذ فترة، يعني مش بعيدة، بقى لها حوالي 5 سنين ابتدت تعمل معرض، ومعرض قوي جدا يعني بيضم معظم دول الميدل ايست، وبعد كده ابتدت تتفرع لبره، ابتدت تخش على يوروب واسيا وامريكا الشماليه وامريكا اللاتينيه، يعني اولموست يعني العالم كله. فاحنا طبعا مصر يعني كمساعده ومسانده وكل حاجه، طبعا دوره الامارات ابتدينا نشترك في المعرض ده من حوالي 5 سنين، دي الدوره الخامسه ليها. المعرض ابتدى ياخد طبعا يعني تراك كويس جدا بالنسبه للمعارض الدوليه. ده بيبقى خاص بكل التور اوبريتور اللي بيودوا بيجيبوا السواح على مستوى العالم كله لكل الدول، مش بس لدوله الامارات او بس لمصر. تحياتي لحضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير، اهلا اهلا بحضرتك. يعني المعرض بيضم اكثر من 2000 عارض و150 دوله بتشارك في المعرض، بيرفع شعار العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفريه مركزا للاستدامه للمره الاولى في تاريخ المعرض. تعليق حضرتك يا فندم. بغض النظر عن اي سين بيتحط للمعارض الدوليه، احنا طبعا بيبقى عندنا التارجت واحد بس. احنا بالنسبه لنا كمصر، هنتكلم عن بلدنا، احنا طبعا التارجت بتاعنا ان احنا نبتدي نعظم من ايرادات السياحه اللي بتيجي لمصر من التي في الدرجه القومي، من حيث عدد السياحه المستجلبه او عدد السياحه طبعا اللي بتيجي بلدنا. احنا عندنا طبعا هنا لا يخفى عليكي، طبعا عندك مطارات دوليه كتيره في معظم المناطق السياحيه، عندك في غردقه، في شرم، في مرسى علم، في برنيس، في طابا، عندك في العالمين، دلوقتي عندك في العاصمه حتى الاداريه الجديده، وعندك اخيرا طبعا مطار سفنكس. احنا نازلين المره دي المعرض نازلين بقوه. مفيش معرض او محفل دولي خاص بالسياحه مصر الحمد لله ما بتشتركش فيها. عايز اسال حضرتك عن نمط السياحه العائليه، واتكلم عن السياحه العربيه، يعني بتكلم عن الدول العربية الشقيقة لما بيجوا عندنا مصر وبيقصدوا الشواطئ أو الألعاب الترفيهية أو الآثار أو السهرات الليلية. تعليقك يا فندم. طبعا السائح العربي بيبقى ليه دايما طبيعة خاصة، هو دايما بيحب يعني البرايفسي، بيحب الخصوصية سواء ليه أو لعيلته أو للناس اللي بيجي دايما معاهم، واحنا ابتدينا طبعا يعني نحترم الخصوصية دي، لأن كل سائح بيجي بلده بيبقى دايما بيبقى عنده يعني طبع خاص، يعني السائح الأمريكي غير الألماني. صحيح. غير العربي، غير حتى يعني اللي بيجي من شرق آسيا. فإحنا الحمد لله ابتدينا طبعا خلاص يعني عندنا الوعي الكافي إزاي التعامل مع نوعيات السائح. طبعا ابتدينا نرفع من شأن الفنادق اللي بتتعامل كمان مع السائح العربي. عايز أقول لك إن السائح العربي بقى الرابع أكبر جنسية بتنزل مثلا مدينة زي شرم الشيخ. فطبعا ابتدينا يعني نركز أكتر على الأسواق دي.
احنا النهارده اللي بيجي لنا سياحه مش اقل ان شاء الله السنه دي مش هنقل عن 13 مليون سائح، وان شاء الله التارجت بتاعنا هيبقى 30 مليون سائح باذن ربنا ان شاء الله يعني في خلال الاربع سنين الجايه. طب يا فندم، ضمن فعاليات المعرض السنه دي هيطلقوا جائزه افضل جناح مستدام للمره الاولى في تاريخ المعرض، تعليقك يا فندم؟ صدقيني بصي احنا يعني مش موضوع الجوائز بس، لان احنا مش بالاجنحه، يعني انت النهارده لما بتيجي تروحي تزوري مثلا بلد وليكن مثلا انت مسافره رايحه تزوري تركيا، رايحه تزوري حتى مصر وانت مش مصريه، مش هتيجي تزوري مثلا بلد عشان خاطر الجناحه اللي اتعمل في معرض الاي تي ام اللي كان في دبي كان مثلا جناح كان شكله لطيف او معمول مثلا بطريقه يعني ديجيتالايز مجدد طريقه، يعني انت بتروحي طبعا بتزوري بلد لان انت بتبقي قاري عن البلد. اهم حاجه الريفيوز اللي بيحصل عن البلد او المكان السياحي اللي انت رايحاه من اللي راحوا وزاروه في امريكا. طبعا. عايزين نستغل وجود حضرتك معانا ونبعد شويه عن المعرض ونتكلم عن محافظه السحر والجمال، محافظه البحر الاحمر، وما يميز هذه المحافظه من المنتجعات السياحيه ومدينه مرسى علم، تعليقك يا فندم. يعني طبعا احنا نشكر ربنا دي المحافظه الوحيده اللي في جمهوريه مصر العربيه اللي فيها على الاقل حوالي 3 مطارات. يعني محافظه البحر الاحمر فيها مطار الغردقه، فيها مطار مرسى علم، فيها مطار باريس. عندك الساحل بتاع البحر الاحمر طبعا لا يقل عن حوالي 580 كيلومتر طولي. عندك في جونه، غردقه، سهل حشيش، مكادي، سومابي، سفاجه، قصير، ومرسى علم، واخرهم برديس. طبعا دول فيهم حوالي لا يقل عن 282 فندق ومنتجع سياحي. دول اللي بيشتغل فيهم حوالي لا يقل عن حوالي مثلا نقول مش اقل من 100 ل 130 الف عامل بيشتغلوا بصفه مباشره على طول في السياحه. دي المنطقة دي مش أقل من 40-50% من حجم سياحة بلدنا بتيجي دايما عن نطاق محافظة البحر الأحمر. الحمد لله احنا اشغالاتنا دلوقتي نشكر ربنا كويسة خالص. احنا يعني مطار مرسى علم مستقبل الأسبوع ده حوالي 167 طيارة، مطار الغردقة مستقبل الأسبوع ده حوالي 328 طيارة، ونشكر ربنا كل ما يعني هندخل شوية في شهر 6 و7 بإذن ربنا المعادلات دي هتزيد. أستاذ رامي، عايزين نتكلم عن السياحة العربية بقى أثناء الزيارات لمصر، يعني بتنتمي شوية للزيارات العائلية، فعايزين نتكلم عن النمط، يعني شوية بتبقى أثرية وشوية ألعاب وشوية زيارة شواطئ، فالدنيا تبقى ماشية إزاي؟ السياحة العربية بيبقى ليها زي ما أشرت لحضرتك من شوية اللي بيبقى ليها دايما طابع خاص، طابع البرايفسي، طابع الخصوصية. انما هم يعني دايما يعني السائح العربي بيحب يستمتع اكتر بجو القاهره، بالليالي بتاعت القاهره زي الجو الرمضاني اللي كان عندنا الشهر اللي فات. بيحب اكتر كمان السياحه الشاطئيه. السائح العربي ملوش كتير قوي في سياحه الاثار والسياحه الثقافيه. طبعا حضرتك من شويه كنت بتتكلم عن السياحه في محافظه البحر الاحمر وبالتحديد في مرسى علم كمان، عايزين نتكلم بقى بشكل عام عن الفتره دي في نمو في تواجد السياحة في مصر، يعني عايزين نشوف هل الأمور رجعت بشكل طبيعي زي زمان؟ ما نقدرش طبعا نقول إن هي رجعت بنسبة 100%، لأن أنت خلي بالك إحنا السياحة المصرية بالذات بيبقى أول قطاع بيتأثر من أي حاجة وآخر قطاع بيتعافى من كل حاجة. صحيح. فإحنا يعني بس الحمد لله نشكر ربنا إحنا ماشيين بخطوة ثابتة جدا، عندنا تارجت واحد إحنا كلنا شغالين عليه كعاملين في قطاع السياحة اللي هو 30 مليون سايح، ودول ان شاء الله يجيبوا عائد للدوله المصريه 30 مليار دولار. طبعا ده مش هيتحقق النهارده او بكره او بعده، ولكن على الاقل في يعني ده خطه بعيده، انما الحمد لله يعني المشوار الاسمي بيبدا بخطوه. صحيح، احنا يعني نتمنى النمو والازدهار لبلدنا الغاليه مصر. بشكر الاستاذ رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه والسياحيه بالغردقه ومرسى علم. مشاهدينا نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. وهيفضلوا معاك لحد نهاية المشوار، لأن حلمهم إنك تعيش مطمن وتتأكد إنك بكل بساطة في إيد أمينة. كان يا ما
راح احكي قصة بطل شايل بلاده في قلبه ناوي ينتصر شايل سلاحه بين ايديه شايف شهادته قصاد عيني ينادي بأعلى صوت الله أكبر ينادي وكل من بعده يكبر فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولدك راجعك يا أمي مصر نموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولدك راجع أكيد يا أمي ما تخافيش فداك يا مصر نموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولدك راجع أكيد يا أمي ما تخافيش يا أمي أهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. الخبر الجاي معنا بيقول تنطلق اليوم جلسات الحوار الوطني بعد إعلان مجلس الأمناء بدء الاستعدادات الأخيرة وشكل الجلسات وفقا للائحة التنفيذية. لتفاصيل أكتر هيكون معنا على الهاتف الدكتورة النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذة نرمين. أهلا بحضرتك. يعني الحوار هيبدأ الحوار المجلس الوطني هيبدأ النهاردة وعايزين نعرف من حضرتك بدء الجلسات يعني أولوية الحوار هتبقى عاملة إزاي؟ صباح الخير أستاذ نرمين. صباح الخير أستاذ مايكل. صباح الخير يا فندم. إن شاء الله النهاردة هتنطلق الجلسات النقاشية للحوار الوطني من قاعة مؤتمرات أرض المعارض وإن شاء الله هيتقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لكل ما سوف يجري على طاولة الحوار الوطني. كلنا عارفين أنه كان دعا للحوار الوطني في خامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي 2022 أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية ليأتي ضمن خطة الدولة للسير بخطة ثابتة نحو الجمهورية الجديدة. انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بيمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني هيكون شعارها مساحات مشتركة للوصول لمخرجات حقيقية جدية لخدمة الوطن والمواطن. هنلاقي الأول مرة على طاولة واحدة هيجتمع ممثله كل فئات الشعب المصري منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والإعلاميين وكتاب الرأي في الأحزاب السياسية أعضاء لجنة العفو الرئاسي رجال الدين رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والشباب من القوى السياسية المختلفة وأهل الخبرة في كافة المجالات والنقابات والشخصيات العامة. بالنسبة للقضايا ذات الأولوية اللي هيتم مناقشتها كان على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية السابقة كان بيتلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة والمقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة وحتى المواطنين. بناء عليها يتم مناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة لصالح المواطن المصري أولاً.
هيتم مناقشه القضايا ذات الاولويه في جدول اعمال الجلسات المقبله للحوار، واقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذيه لحل تلك القضايا. معالي النائبه صباح الخير. معالي النائبه صباح الخير يا استاذ مايكل. حضرتك واحنا بنتكلم عن تقريبا مرت سنه على فكره الحوار الوطني، والنهارده زي ما حضرتك قلتي هتكون في ملحمه جميله، تكاتف قوى الشعب والقوى السياسيه والمجتمع المدني والنقابات والمثقفين واصحاب الخبره في انطلاق عنوان جديد للجمهوريه الجديده. وبتكلم عن هذا الشان العظيم وبتكلم عن الجلسه الافتتاحيه، وعايزين نعرف من حضرتك موعد الجلسات اللي بعد كده هتكون امتى؟ الجلسة الافتتاحية إن شاء الله هتكون النهاردة، والجلسات بعد كده هتكون على التوازي في المحاور الرئيسية الثلاثة اللي هيتم مناقشتها، اللي هي المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهيكون مقرر ليها 3 أيام على الأقل أسبوعيا بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. هيتم مناقشة كافة الرؤى والأفكار المطروحة من خلال مساحات مشتركة لاستكمال دعائم التنمية اللي ليها تأثير مباشر على الوطن والمواطن والشباب بصفة خاصة، سواء داخل أو خارج مصر، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيشهدها العالم مؤخرا. طب يا فندم، الحوار الوطني بيمثل طبعا قيمة موضوعية، ويعني هيمثل قيمة لمصر، عايزين نعرف من حضرتك شايفة ازاي مشاركة المجتمع، المنظمات المجتمع المدني وكل الأحزاب اللي مشارك في الحوار؟ مشاركة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الحوار الوطني زي ما قلت هيتم مناقشة الموضوعات المختلفة المتعلقة بالمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية في اللجان الفرعية المختصة بكل محور. المشاركة هتتم على 19 لجنة فرعية اللي بتندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة، يعني على سبيل المثال واجتماعي. على سبيل المثال المحور السياسي فيه 5 لجان يندرج تحتها الموضوعات الخاصة بالملف السياسي، هي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. بالنسبة للمحور الاقتصادي في 8 لجان بيندرج تحتها عديد من الموضوعات الاقتصادية، هي لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، لجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة العدالة الاجتماعية، وأخيرا لجنة السياحة. صحيح. بالنسبة لموضوعات المحور المجتمعي في 6 لجان هتكون مختصة بالمشاكل دي، هي لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الصحة، لجنة القضية السكانية، لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب. معلنا إيه بقى عشان نبسط الموضوع أكتر للناس، وبقول يعني إيه اللي قدمه الحوار الوطني في الحياة السياسية، يعني رغم طول فترة التحضير بعنوان الجمهورية الجديدة؟ طيب أنا هاخد من حضرتك بخصوص طول فترة التحضير، عايزين نعرف إيه اللي تم المرحلة السابقة على مدار عام في خلال فترة التحضير. الحقيقة كان في محطات هامة اتخذها الحوار الوطني على مدار 23 اجتماع. من أبرز جهود المرحلة التحضيرية السابقة تم إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، وإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني، إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين لتلك اللجان، اختيار مقرر ومقرر مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية، تشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها، إعلان خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع 3 أيام على الأقل أسبوعيا لجميع المحاور، واللي إن شاء الله الجلسة الافتتاحية هتكون ليها النهاردة. النهاردة تعتبر بداية مبشرة لحوار بناء،
وفرصة ذهبية لكل الأحزاب والقوى السياسية إنها الأول مرة هتقعد على مائدة واحدة للوقوف على مشكلات وتحديات المرحلة الراهنة لتحديد أولويات العمل الوطني. من هنا أنا بأطالب القوى السياسية والأحزاب المشاركة بالنظر لمصلحة الوطن أولاً، مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمرحلة الراهنة وخاصة اللي بنشوفها بتؤرق المواطنين واللي تسببت في التضخم وغلاء الأسعار، لأن ده احنا طبعا عارفين ان دي أسباب لمشاكل متراكمة ونتجت بالأخص عن الأحداث العالمية الأخيرة، خاصة ان المناقشات دي هتكون مفتوحة للجميع بدون أي خطوط حمراء. معالي النائبة دكتورة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، خلصت فقرة الأخبار، هنطلع فاصل وبعد الفاصل هتكون فقرة الصحافة اللي هنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ رجب الشرنوبي. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا.